اهلا بحضراتكم مشاهدي قناة النهار اليوم الكرام في حلقة جديدة من رأيك بصوتك. النهاردة هنتكلم عن انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة وظاهرة الغش الالكتروني عن طريق المحمول. وانتوا عارفين الثانوية العامة بتعتبر هم داخل كل بيت مصري وبعبع للطلاب، ومش بس للطلاب، الحقيقة كمان لأولياء الأمور. بيترافق القلق والحيرة للطلاب وأولياء الأمور لدرجة أنه بيتسبب في حالة توتر دائم لهم من بداية إعلان وزارة التربية والتعليم لجدول الامتحانات بشكل رسمي. لم يطارد بعبع الثانوية العامة فقط الطلاب، لكن زي ما قلت هو بيطارد أيضا أولياء الأمور اللي بيصاحبهم القلق والتوتر. ولكن يكمن دور الأسر دائما أن هي تشجع وتطمن الطلاب، تشجعهم على المذاكرة وتطمنهم على إن شاء الله أن هم هيجيبوا نتائج جيدة. وزارة التربية والتعليم بقى استعدت بشكل مبكر من أكثر من شهرين من انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2014-2015 لتهيئة المناخ الكامل لبدء الامتحانات، من حيث وضع أسئلة الامتحانات وطباعة الامتحانات، أعمال الكنترولات، تجهيز اطراحات المعلمين، وضع الخطة الأمنية لتأمين الامتحانات بالتنسيق مع الجهات الأمنية ممثلة في وزارة الدفاع والداخلية، وإعلان جدول امتحانات الثانوية العامة اللي صارت حواليه أزمة من قبل اتحاد طلاب مدارس مصر بعد ما اعتمد من قبل الدكتور محب الرفعي وزير التربية والتعليم وإعلانه مباشرة، لغاية ما طلبوا بتعديله مرة تانية، وبالفعل تم تعديله أمس السبت وفقا لمقترحات وتعديلات اتحاد الطلاب، وأعلنته الوزارة في صورته النهائية. ودي على فكرة أول مرة وزارة التربية والتعليم تتراجع وتقوم بإلغاء جدول امتحانات الثانوية العامة بعد إعلانه نزولا لرغبة الطلاب لتعديله وإعلانه مرة تانية. خلينا نتكلم بقى بسرعة مع الطلبة والمعلمين أو أولياء الأمور أو كل من يريد أن يتدخل معانا النهاردة في الوقت المتبقي، لأنه مش كتير. معانا أريج ها من اسكندرية. مساء الخير أريج. مساء الخير. أيوة أريج، قولي لي. أيوة. أنت موافقة على الجدول الحالي ولا كان الجدول السابق بالنسبة لك أنسب؟ هو الجدول الحالي فيه سلبيات والجدول القديم برضو فيه سلبيات. بس الجدول الحالي أفضل من الجدول القديم. عايزة تقولي إيه تاني؟ يعني إحنا عندنا في المواد الأدبية في فرق كبير جدا بين الأيام في مواد، وفرق صغير بين مواد تانية. ده في الجدول الجديد، بس أفضل في كذا مادة، يعتبر من الأحسن من الجدول القديم. يعتبر أفضل من القديم. طيب شكرا لك يا أريج. معانا مين؟ أمجد. أمجد مساء الخير. مساء النور. أيوة أمجد اتفضل. هو حضرتك بالنسبة لعلمي علوم الجدول بقى أفضل بكتير. كل مادة حتى مواد التخصص الجيولوجيا والأحياء قبلها الوقت الكافي، والجيولوجيا كان قبلها يوم في الجدول القديم، بقى 4 أيام في الجدول الجديد. والناس اللي حتى بتقول الأحياء قبلها يومين، لا احنا عندنا اقتصاد وإحصاء، يا دوبك احنا بندرس اليوم مواد بره المجموع، فيا دوبك ناخد درجة النجاح فيها، فبالتالي اليوم كمان ده بيتضاف للأيام بتاعة الأحياء، وبالنسبة للجدول أحسن من الجدول القديم بكتير يعني. طيب يعني كده أفضل. هذا الجدول الجديد دلوقتي اللي بعد التعديل افضل. طيب شكرا ليك يا امجد. معانا مين؟ ايوه معانا مين. طيب احنا مش بس بنتكلم عن جدول امتحانات الثانويه العامه، ويعني قيام وزاره التربيه والتعليم في بادره هي الاولى من نوعها بتعديله بناء على رغبات طبعا الطلاب واتحاد الطلاب اللي طالب بتعديله علشان يناسب ظروف الطلاب وما يكونش مرهق ليهم بالنسبه للمواد. هنتكلم كمان عن ظاهرة الغش الإلكتروني، هنتكلم عن الإقحام الأمور السياسية والدينية في المناهج الثانوية العامة ودخولها في أسئلة الامتحانات. خلينا نتكلم مع مروة طالبة الثانوية عامة. مساء الخير يا مروة. مساء النور. مروة عايزة تتكلمي عن إيه؟ حضرتك أولا في الكيمياء إحنا علم رياضة مظلومين، يعني علم علوم قدام مرة علم فيه. رياضة مظلومين في الجدول الجديد؟ في الكيمياء بالذات. في الكيمياء ليه؟ حضرتك علمي رياضه قدامهم يومين، نوع علمي علوم قدامهم 4 أيام. فدوت مش عادل بينا، ان هم هديهم فرصه ان هم يذاكروا اكتر. اوكي هي دي ايام مراجعات. طيب بس انت ممكن تراجعي حاجه حضرتك. طيب نتكلم اجمالا لو ما اتكلمناش في التفاصيل دي، الجدول الجديد المعدل افضل بشكل عام؟ اه بشكل عام افضل من القديم بكتير بصراحه. بشكل عام افضل من القديم بكتير. طيب ما هو طيب شكرا ليك يا مروه. وعلى فكره يعني
الامور مش هت يعني ايه مش هترضي الجميع كلهم 100%، لازم هيكون في شويه تفاصيل هيشيلها مثلا شعبه ادبي شويه، شعبه علم رياضه شويه، شعبه علم علوم شويه، يعني هتلاقي الامور فيها انه فيها تفاصيل ممكن حد يجي على نفسه فيها، بس اجمالا بشكل عام معظم الآراء بتتفق على أنه التعديل الجديد مناسب جدا أفضل من الجدول السابق، وبنعيد وبنكرر دي بادرة جديدة بدأتها وزارة التربية والتعليم أن هي تقوم بتعديل الجدول بعد إعلانه. معنا مين؟ مين معنا؟ محمد جمال، مساء الخير. مساء النور. أيوة محمد تفضل. معلش عليك، هو الجدول الجديد أحسن من الجدول القديم بس في بردك في العلم علوم الفرق بين الاستاتيكا والجبر والهندسه يوم واحد، وحضرتك اليوم ده بردك هتكون في رمضان. هيبقى في رمضان. الفرق بين الاستاتيكا والجبر والهندسه يوم واحد، وانتم محتاجين يعني وقت اطول يعني عشان تقدروا تراجعوا. مظبوط؟ محمد سامعني؟ محمد ممكن توطي جهاز التلفزيون؟ اسمعني عبر التليفون. ايوه حضرتك معاكم. طيب انتوا محتاجين وقت اطول، يعني تقصد انه الفرق ما بين الاستاتيكا والجبر وايه تاني؟ الجبر والهندسه الاستاتيكا فرق بينهم يوم واحد. يعني انت عايز يبقى في يعني مساحه اكبر علشان يبقى عندكم وقت، مظبوط؟ ايوه. طيب ده الاعتراض الوحيد على الجدول الجديد؟ ايوه، بس هو الجدول كله حلو احسن من الجدول اللي فات بكتير، بس هو اليوم ده بس اللي هيفرق كتير قوي بين الجبر والهندسه والاستاتيكا. طيب انا بشكرك جدا محمد جمال. ومحمد لسه معايا ولا مشيت؟ حضرتك. محمد. ايوه مع حضرتك. طيب ايه رايك في ظاهره الغش الالكتروني اللي انتشرت السنه اللي فاتت بشكل كبير جدا؟ هو بردك عيب من المراقبين اللي هم بيقفوا في اللجنه، ان هم بيسمحوا ان اي حد يطلع تليفون، الساعه اللي هي بتصور حاجات مدوره كانت بتصور حاجات تقنيه جديده قوي نزلت، فهم بردك ما الناس بتغش بطريقه عجيبه قوي. يعني انت بتلقي باللائمه على المراقبين نفسهم، ولا بتلقي يعني بتطلب الطالب اللي يجيب معاه التليفون ويدخله بطريقه يعني مش باينه ومش واضحه ويقدر ان هو يستعمله كغش الكتروني ما عليهوش لوم؟ محمد. طيب انقطع الاتصال بمحمد، خلينا نطلع فاصل ونرجع تاني هنكمل اتصالات حضراتكم، فاصل سريع لان ما بقاش في وقت طويل في هذه الحلقة. رجعنا مرة تانية لرأيك بصوتك، والنهاردة بنتكلم عن بدء ماراثون الثانوية العامة وتعديل جدول الثانوية العامة، ودي أول مرة وبادرة تقوم بها وزارة التربية والتعليم إن هي بعد ما تعلن عن الجدول إن هي تقوم بتعديله بناء على رغبة الطلاب. وأيضا هنتكلم عن ظاهرة الغش الإلكتروني التي انتشرت العام الماضي، ووسيلة أو وسائل اللي هتستخدمها وزارة التربية والتعليم لمحاربة هذه الظاهرة هذا العام. خلينا نكمل نتكلم عمر الشرقاوي من كفر الشيخ. مساء الخير يا عمر. عمر الشرقاوي مساء الخير. عمر بتسمعني؟ ايوه مع حضرتك. اتفضل يا عمر. هو جدول الثانويه العامه بعد ما اتغير يعني بالرياضه بقى فيه يعني تحسن كبير قوي، عشان الاستراتيجيه اللي كان قبليها 5 ايام على الفاضي والتفاضل اللي كان قبليه يوم واحد بس يعني بقى متوزع كويس، بس هي المشكله ان الفيزياء كان قبليها 3 ايام ودلوقتي بعدها يومين. وانا بالنسبه لي اليومين لحظه يومين قليل. الفيزياء كان قبلها 3 ايام، دلوقتي ايه؟ يومين بس. طب ما كفايه يومين يا عمر، مش كفايه؟ نعم مش هيبقى كفايه يومين على الفيزياء؟ بس الفيزياء دايما كان بيبقى قبلها ايام كتير يعني، بس يعني بالنسبه للمواد الثانيه الفيزياء تاخد مواد يعني كالاحياء مثلا، الاحياء عندهم 4 ايام قبل الجيولوجيا وقبل الكيمياء. يعني طيب. الفيزياء يعني اصعب منهم كتير. طيب ما هو يعني هو التعديل مش هتلاقي الدنيا مرتاحه في كل تفاصيله، يعني هتلاقي انه اكيد في ايام زنقه اكتر من ايام، لكن خلينا نتكلم بشكل عام، افضل هذا الجدول ولا الجدول السابق؟ لا بشكل عام الجدول ده احسن كتير من الجدول اللي فات.
طيب شكرا ليك يا عمر. خلينا نكلم الاستاذ محمد سعد رئيس عام الامتحانات بوزاره التربيه والتعليم. مساء الخير، تحياتنا ليك. مساء النور يا فندم، اهلا وسهلا. كلمنا في البدايه عن استعدادات وزاره التربيه والتعليم لامتحانات الثانويه العامه هذا العام، ايه الجديد في هذه الاستعدادات؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الجديد العام دوت احنا عملنا تدريب لكل رؤساء اللجان والمراقبين الاوائل السادة المرشحين اثناء اجازه نصف العام، طبعا لمقابله المشكلات اللي ممكن تواجههم اثناء الامتحانات. والتدريب ده تم في كل محافظات مصر، القائمين على التدريب سافروا ووصل حد عندهم وضربهم. كمان خصوصا سيادتك بتتكلمي على موضوع الغش الالكتروني، السنه دي احنا عملنا قرار وزاري رقم 500. القرار دوت ايوه ان الطالب يخش بالمحمول، ولو الطالب ده ودخل بالمحمول بيتم الغاء امتحانه في الماده اللي طيب. هو موجود فيها دلوقتي. العام الماضي كانوا بيستخدموا حاجه اسمها العصا الالكترونيه زي الموجوده في المطارات كده عشان تكشف على المحمول لو الطالب داخل عشان يعني يستخدم المحمول في موضوع الغش الالكتروني، وقد ثبت يعني فشل هذا الامر وبرضو الغش الالكتروني انتشر. هذا العام هل في اساليب جديده ناويه الوزاره انها تتبعها لمحاربه هذه الظاهره؟ بقول لسيادتك واحنا عملنا قرار وزاري رقم 500. القرار دوت بيمنع ان الطالب يخش بالمحمول منعا تاما، وان لو المحمول موجود معاه داخل اللجنه حتى لو ما استعملوش بيتلغي امتحانه في الماده، لكن لو حاول يغش بيه يتم الغاء امتحانه في كل المواد. كمان في قرار كان موجود مع الاستماره بان الطالب وولي امره اطلعوا على القرار الوزاري رقم 500 وان هو بيتعهد هو وابنه ان هو ما ياخدوش المحمول معاهم. كمان في تواصل بيننا عن طريق اداره مركزيه لتكنولوجيا المعلومات مع وزاره الاتصالات عشان برضو لايجاد حلول تكنولوجيه في الفتره اللي جايه قبل بدايه الامتحانات. طيب شكرا للاستاذ محمد سعد رئيس عام الامتحانات في وزاره التربيه والتعليم. ومعانا دلوقتي دكتور عبد الله سرور استاذ تربيه بجامعه اسكندريه. مساء الخير، تحياتنا لحضرتك يا دكتور. انا لست استاذ تربيه، انا استاذ النقد والادب الحديث. افندم استاذ النقد والادب الحديث في كليه التربيه. اهلا وسهلا يا دكتور، معلش احنا اسفين على هذا الخطا. اهلا وسهلا يا دكتور. دكتور عبد الله، نتكلم اولا يعني كاستاذ يعني وكخبره في هذا الامر، ازاي ممكن يعني ان احنا نخرج من بيزنس الدروس الخصوصيه في الثانويه العامه؟ الأمر له جانبان. الجانب الأول هو المدرسة، لابد أن تعود المدرسة لأداء دورها التعليمي والتربوي في المجتمع، لأن هذا الدور غائب تماما. الأمر الثاني لابد أن يعود البيت لأداء دوره في التنشئة الصالحة للأبناء أخلاقيا وتعليميا، وهذا أيضا شبه غائب تماما. البيت بيتنصل عن دوره تماما ويلقي بالأولاد أو بالأطفال إلى حضن المراكز بتاعة التعليم، والمدرسة أيضا لا تقوم بدورها وبتلقي الأولاد إلى خدمة التعليم، وبالتالي بيجوا منين دول كلهم؟ دول كلهم تلاميذ المدارس. ما هو يا فندم بعد إذن حضرتك، هو البيت بيلجأ إلى هذه المراكز ليه؟ لأنه المدرسة لا تقوم بدورها، فيعني هنا البيت مضطر علشان عايز ولاده إن هم شركاء الاثنين في هذا الفعل اللي احنا ممكن نقول عليه جريمة تعليمية. الاثنين شركاء في هذا الفعل. انما انا عايز اقول لحضرتك حاجه، احنا بيطلع عندنا طلبه مثلا متفوقين في الشهادات العامه، لما سيادتك تبحثي تجد الاتي: اولا الطلبه المتفوقين دول معظمهم طلاب في مدارس حكوميه، اثنين ان تفوقهم التعليمي كان قائما اساسا على موضوع الدروس وليس على الانتظام في المدرسه، مظبوط، ثلاثه ان الاساتذه اللي كانوا بيدوهم هذه الدروس اللي خلتهم متفوقين هم اساسا في مراحل التعليم العام، يعني مدرسين لدى الحكومه. اذا المشكله فين بقى؟ واضحه جدا، المشكله محدده في المدرسه. طيب انا بشكرك جدا دكتور عبد الله سرور. معايا دلوقتي الاستاذ ايمن البيلي الخبير التعليمي، تحياتنا ليك. اهلا بك يا استاذ. اهلا وسهلا استاذ ايمن. كخبير تعليمي ازاي نقدر يعني او ممكن اقتراحاتك ايه لوزارة التربية والتعليم ان هي تقضي على ظاهرة الغش الالكتروني اللي انتشرت انتشار كبير جدا منذ العام الماضي؟ الحقيقة
الحقيقه انه هذه الظاهره بتعبر عن سوء او سوء الاخلاق والفساد الاخلاقي الذي عم المجتمع المصري كله. اول اسباب هذه الظاهره هو نظام التقويم في منظومة التعليم المصري. يجب أن يتم تغيير هذا النظام، لأنه نظام لم يعد معمولا به في كثير من دول العالم، وأنه فنلندا على سبيل المثال، وحسب تصريح وزير التعليم أنه سوف يقتدي بفنلندا في نظام التعليم. فنلندا لا تطبق الامتحانات، وإنما التقييم أو التقويم هناك يتم عبر التراكم في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي، بمعنى انه في نظام في الصف الاول الثانوي والثاني والثالث تصبح كلها توتال مجموع للطالب على اساسه يتم اختياره ودخوله الجامعه. الماده الثانيه، الحاله الثانيه او السبب الثاني للغش هو غياب الرقابه وعدم اختيار مراقبين وملاحظين بدقه. قائمه التقويم نظام التقويم في مصر قائم على تصدير عدم الثقة، بمعنى انتقال المعلمين من محافظة لأخرى للرقابة. هذا النظام في الحقيقة بيضع الطلاب مع المعلمين في تضاد واضح وفي محاولة لانتزاع المعلومة، وأصبح هذا شيء أو حق مكتسب بالنسبة للطلاب. طيب إيه رأي حضرتك في الإجراءات اللي اتخذتها وزارة التربية والتعليم الأخيرة فيما يتعلق بالغش الإلكتروني، وهو إذا وجد مع الطالب جهاز محمول هيتم إلغاء المادة، امتحانه في المادة، إذا حاول الغش أو استخدامه هيتم إلغاء الامتحانات في كل المواد؟ جميل جميل، هذا القرار حاسم وجيد جدا. المشكلة في التطبيق وفي العلاقات الاجتماعية وفي الأطراف في الريف المصري، حيث أولياء الأمور يقفون أمام يشكلون ضغطا على رئيس اللجان وعلى المراقبين والملاحظين، والامن في الحقيقه بيقوم بدوره، لكن في حالات كثيره جدا يتم اقتحام المدارس ونجد اولياء الامور. لا بقى احنا هنا بقى محتاجين نناشد انه محتاجين امن اكثر، محتاجين تامين اكثر، وزاره الداخليه علشان نواجه البلطجه اللي ممكن تكون من قبل طلبه جوه اللجنه ومن قبل الاهالي واولياء الامور. على فكره في الحقيقه بس انا عايز اوضح حاجه صغيره ايضا، انه كثير من المواقع الالكترونيه اللي موجوده على شبكات الانترنت تحركها جماعات وتستغل هذا وتستغل الامتحانات في تحقيق اغراض سياسيه. يعني العام الماضي ثبت بالدليل ان مواقع كثيره كانت تاتي من بعض الدول لتسرب الامتحانات لإظهار ضعف الدولة المصرية ووزارة التربية والتعليم في قدرتها على إدارة شهادة عامة. في الحقيقة يجب أن نلتفت لهذا أيضا. ولماذا لا نطارد، يعني لماذا نأتي قبل الامتحانات بشهر ونطارد ونعلن أنه لا غش، ثم نكتشف يوم أيام الامتحانات أن هناك مواقع من الساعة 6 صباحا تنشر وتسرب الامتحانات؟ إذا لابد من مواجهة حاسمة لهذه المواقع حتى يمكن أن تتم عملية الامتحانات بشكل محترم وتحقق فيه تكافؤ الفرص بين الطلاب أو التلاميذ. يعني تمام، أنا بشكرك جدا الأستاذ أيمن البيلي الخبير التعليمي. وفي الحقيقة اقتراحات وصلت كتيرة جدا بيقولوا أنه محتاجين كمان من وزارة التربية والتعليم أن هم يعني يطوروا أجهزة للتشويش على أجهزة المحمول أو الموبايلات اللي ممكن تكون دخلت اللجان بشكل غير قانوني، ده بالإضافة إلى تأمين اللجان تأمين كامل. وبعدين إذا ثبت العصا الإلكترونية اللي هم بيكشفوا بيها عن هذه الموبايلات اللي بتستخدم في الغش الإلكتروني ثبت فشلها، طيب ما في أجهزة تانية حديثة بتوازي حداثة أيضا الفكرة، فكرة الغش الإلكتروني عن طريق الموبايلات الذكية الجديدة الحديثة، لا بيوازيها كمان أجهزة حديثة برضو تانية بتعمل تشويش عليها علشان ده يحول دون انتشار هذه الظاهرة بشكل كبير. خلينا في الوقت المتبقي بقى نتوجه إلى بعض الاقتراحات اللي جات لنا على فيسبوك. رأيك بصوتك، كان نبدأ بصديقة البرنامج الدائمة كنزي السيسي، بتقول ظاهرة خطيرة جدا وتدل على عدم اهتمامنا بالتعليم، لأنه لو قامت الوزارة بأبسط أساليب التفتيش
هتقضي على هذه الظاهرة إذا أردنا عمل شيء سيتم تطبيقه. بسيوني البرديسي بيقول للقضاء على الغش عن طريق المحمول توضع أجهزة على المدارس اللي بها الامتحان تسقط الشبكة، يعني يتشوش يا إما توقع الشبكة تجعل المحمول خارج نطاق الخدمة. محمد اقترح لمكافحة الغش الإلكتروني منع الطالب من دخول الامتحان في حالة وجود محمول وده أساسي. يحيى زكريا جدول امتحانات الثانوية العامة بعد التعديل يعد ظالما لطلاب الشعب الأدبية، وكان الجدول المعلن أولا من قبل وزارة التربية والتعليم أفضل كثيرا من بعد التعديل. يعني احنا بنقول انه مش كل الناس هترضى عن كل شيء، لكن احنا بنقول انه في المجمل جالنا انه معظم الطلبة بيقولوا ان الجدول الجديد بعد التعديل افضل. يعني ممكن يكون في شوية تفاصيل مش يعني ملهاش افضلية بالنسبة لبعض الشعب، شعبة ادبي، علم علوم، علم رياضة، لكن في المجمل بيقولوا انه افضل. ميشو احمد بيقول حتى في المدارس الابتدائي الغش بالموبايل، حتى في مدارس الابتدائي. طيب ماسي انا اذا تحسنت ظروف الاستاذ والتلميذ معا فلا نعود نسمع بهذه الخزعبلات. نتمنى ان يعني الوضع يتحسن الى الافضل دائما، وان شاء الله امتحانات ثانويه عامه ناجحه هذا العام بلا وسائل غش الكتروني. بكرة هيكون عندنا موضوع جديد، طبعا موضوع الأساسي عندنا كل سنة وحضراتكم طيبين، شم النسيم، والكل بينتظر أنه يتناول الأسماك المملحة. فعندنا الأسئلة بقى بتاعت بكرة، هل تلتزم بتعليمات وزارة الصحة لتناول الأسماك المملحة؟ هل الجهات الرقابية تعمل على محاسبة المتسبب في بيع الأسماك المملحة الفاسدة، ولا عادي يقدر يبيع سمك مملح فاسد ويهرب من العقاب؟ هل تراجع الوعي العام بأضرار الأسماك المملحة قصور من المواطنين أم من الحكومة؟ الحقيقة كل سنة بيقولوا يا جماعة تناول هذه الأسماك المملحة بيؤدي إلى الشلل أو الوفاة، يا جماعة يؤدي إلى الشلل أو الوفاة إذا كانت فاسدة. التزموا الحذر، وأعتقد أنه دلوقتي حضراتكم عندكم وعي كافي بهذا الأمر، وإن شاء الله عيد شم نسيم وإنتوا جميعا بألف صحة وطيبين. إلى اللقاء في حلقة جديدة غدا، نشوفكم على خير.